كاين لا بو ياك دابا سالينا لا بارتي اللي كنيطويو فيها لا بو لي بور كننقيو من الداخل بلو بالما فيها الهيالورونيك ولا فيتامين سي ودابا غندوزو لا فاس تاع ليدراتاسيون درت حاولت ندير لك غير شي شويه باسكو تبارك الله لا بو ديالك نقيه ودابا غندوزو باش ما يبقاوش كيلكو تراس ودابا ندوزو ان شاء الله ليدراتاسيون كيسخن شي شويش باش كيدخل داك البرودوي مزيان واحد الطبقه عميقه في الجلد و او ميم طون مزيان سخن تطلع الكولاجين كان بحال كنحفزوها باش هو كيولي تعطي نضاره دابا شنو كنديرو ليها دابا تنديرو دي جول تراسون كاين على كريم هيدراتونت واحد لو سيروم دايرين فيه بحال فيل دو بارباري باش نقادو ليدراتاسيون مزيان هاد دي جول تراسون كيعاونونا حتى c'est bien qui se الوغ البنات كما قلت لكم انا واحد السيده ما كنخليت حتى شي واحد يغسل لي وجهي وانما البديل ديما اللي كنخدم انا كما نتوما عارفين اللي كنكون في البحرين مع المركز الالماني ولكن دائما في المغرب لقيت واحد البديل اكثر من رائع اللي هو كابين بازي ليلى تبارك الله عليها سمعت باللي برودوي اللي كتستعملهم شفت بزاف ديال البنات مدحوها وشفت يعني وجههم عجبني بزاف دونك اليوم من بعد ستريس ديال الحفلات من بعد راكم عارفين الميك اب ميك اب ميك اب فكنحتاج انه دائما انا كنوقف واحد الفتره باش كنعتني بالبشره ديالي دونك احسن حاجه احسن مكان في كازابلانكا عبد المؤمن باش تهتموا بالبشره ديالكم عند ليلى هي التوب لي برودوي اللي كتخدم بهم الوغ دابا اش كنديروا البارد دابا البارد بحيت سالينا تقريبا لو سوان بقات فيه غير لا باس تاع لوكسيجيناسيون وهذا البارد بحال كي بحال كيفيكسي لنا الريزولتا اللي بغينا ناخذو كنديروا معاه حتى هو ان سيروم هيدراتون كوم سا لا ماشين كتبقى تمشي فاسيلمون كتهيدراتي وكتفيكسي لنا لو ريزولتا الاول استعملنا كانت سخونه كانت سخونه دابا بارده ديما اللي كتضر هذا هذه بالعكس ما كتحسو حتى شي حاجه نهائيا وزوينه بزاف بزاف دابا وقت اللازق بون البنات كاين بزاف ديال البنات كيخافوا من اللازر حيت كانت ديك لا ماشين طبعا عند كابيني ديال ليلى اللي في عبد المؤمن كازا توب ماشين جديده ياك خديجه تبارك الله على خديجه ديالنا ميرسي بوكو ليلى ديك الصراحه ميرسي بوكو ا توب توب الماساج ديالك الفيشل كلشي رائع تبارك الله عليك فريمون توب والله العظيم انا دابا زعما هذه هي الفرحه ديالي والله يبارك فيك انا متوقعتش يكون عندنا شي واحد بهذا الاحترافيه ما شاء الله عليها فريمون ليلى الكابينه ديالها في عبد المؤمن كازابلانكا انا حطيت لكم الاكونت ديالها دخلوا عندها وشوفوا كاع داكشي اللي كدير راه غادي يفيدكم بزاف بزاف Merci beaucoup, merci beaucoup, Barak Lafi.